كم مستشفى الاستعدادات موجودة في وجود الطوارئ والمغذيات اللي تحتاجها هذه الحالة، خاصة بالنسبة لضربات الشمس ولأي أمراض أخرى كالكوليرا وغيرها التي تصيب الناس في هكذا أوقات وهكذا مواسم؟ المستشفى كذلك مستعدة في الردهات، طبعا هنالك ردهات خاصة لعزل الحالات اللي مشتبه بها بكوليرا، ووجود المغذيات الخاصة كمغذيات الرنجر والمواد التي يحتاجها المريض من علاجات وأمور أو مستلزمات أخرى. دكتور يوسف، يعني من خلال حديثك ركزت على الكوليرا مع موجة الحر، إيش علاقة الكوليرا في موجة الحر؟ طبعاً مع العلم سجلت السليمانية أعداد كبيرة، واليوم في أربيل أيضاً هناك سجلت أربع حالات. كما معلوم هذه من الأمراض التي تصيب المجتمع، خاصة من تلوث المياه أو تلوث الأغذية، وهذه تنتشر في أوقات الحر وفي هكذا أوقات، فدائما موجات الإسهال وموجات القيء تكثر في الأوقات الحارة، خاصة في فصل الصيف، ونحن على استعداد كمستشفى لاستقبال كل الحالات التي ممكن أن تحصل. طبعا الحمد لله لحد هذه اللحظة محافظة نينوى لم تسجل أي حالة، ولكن هي مستعدة كما هي حال كل دوائر الصحة في محافظات، ومن ضمنها دائرة صحة نينوى. توجيهات الدكتور فلاح الطائي بأن نكون على استعداد لمواجهة أي حالة من حالات الكوليرا أو غيرها. إيش تنصح المواطنين؟ والله أنصح المواطنين بالاهتمام بمياه الشرب، بالاهتمام بالتغذية الجيدة، وكذلك الانتباه من الأغذية الفاسدة، والاهتمام بالنظافة العامة بشكل عام. مناسبة الظروف الحرارة المرتفعة التي تمر على بلدنا ومنطقة الشرق الأوسط بصورة عامة، نرجو من المواطنين الابتعاد عن التعرض لفترات طويلة في الشمس، والاكثار من السوائل لمنع الجفاف، وخاصة لدى الأطفال. أكثر من يتأثر بموجة الحر؟ طبعا الطفل يتأثر أكثر، لأنه هو 3/4 جسمه هو مي، فأي فقدان بالسوائل يتأذى بيها أكثر من الكبار، بس الكبار ما يتأذون، فصير حالات ضربة الشمس. وهسه أكو تعرف من المحافظات المجاورة صارت إصابات مرض الكوليرا، فإحنا مستعدين لها وحضرنا أمورنا ومستلزمات من المغذيات والكانيلات وأخرى للاستعداد إذا لا سمح الله حدثت حالة في هذا استعدادكم دكتور بالنسبة لمواجهة هذه الأمراض، استعدادات المواطن إيش المفروض تكون؟ ما هو نطلب من المواطن أنه عدم التعرض لفترات طويلة للشمس المباشرة، والأكثر من أخذ السوائل.